ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ورؤساء اتحادات الغرف بالمجلس والذي أقيم في إطار انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس والمقامة أعمالها في الدوحة وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء التشاوري بالإضافة إلى استعراض مرئيات الوزراء المدرجة على جدول الأعمال بهذا الشأن